بالله اهدي بالله، في بروتوكول للسهرة. ايوه واخد بالك. دايما احنا بقى في نهاية كل سهرة في احصائية، لان انا بكتب، انا مش بعد مش بنلعب، احنا بشغالين بجد. النهاردة احنا ضربنا الرقم القياسي في عدد الاعمال الكبيرة اللي اتعملت الجميلة جدا في خلال السهرة. احنا كان اكثر رقم عملناه كان 31 عمل في سهرة، احنا النهاردة 33 عمل. قيم جدا، كبير جدا، حلو جدا، ممتع جدا. الحمد لله الحمد لله. قدمهم 10 فنانين الحمد لله، منهم الدكتور ماجد والأستاذة إيمان، قدموا 16 عمل. معقول؟ احنا بنشكركم على 16 عمل. 16 عمل، مفيش حفلة وفرقة وانا بشكر الدكتور ماجد وبشكر ايمان، وانا عارف الجهد. يعني العدد بتاعه ان العزف ده ولا الغنى ده حاجة والله انا ما حسيتش بيهم. طبعا. لا طبعا، ما ايوه اوكي، ما هو ده الحصر بقى اللي دايما بيبقى السلطنة والاندماج والمزاج الحلو ممكن تخلي. انا عارف الجهد يا دكتور ماجد واشكرك عليه. يا رب يخليك، يا رب يخليك، الحمد لله. يا استقبال الناس اللي خليك عايزين نقول اكتر واكتر، يعني الحقيقه يعني ده عامل مهم جدا، حاجه في منتهى الجمال. احنا سمعنا 16 عمل من احلى الاعمال اللي سمعناها، بالاضافه الى كل الاساتذه اللي سمعنا منهم، الاستاذ سيد منصور، الاستاذ علاء كرمان، الفنانين الكبار، وطبعا الدكتور الفي، وسمعنا من الاستاذ محمد عابد الناي الجميل جدا، وسمعنا من الفنانه الجزائريه مونيا، وسمعنا من الاستاذ محمد فوزي، وسمعنا من الدكتور رضا عامر. احنا سمعنا من قامات النهارده، وكان ختامها ختام جميل جدا بالدكتور ماجد والاستاذه ايمان. لكن كان معانا النهارده موهبه يا دكتور ماجد، كان معانا النهارده موهبه جديده، انا اول مره اسمعها وطلعت تحفه، بنت بسم الله ما شاء الله، اسمها فرح، بنت 17 سنه، غنت اغنيتين لاسمهان، واحده ليالي الانس، وغنت يا طيور، في غاية الجمال، في غاية الجمال والروعة. أنا كنت أحب إنك تسمعها والله. حد يقدر يغنيها؟ مش حاجة سهلة، مش أغنية. يعني الحقيقة يعني هي يعني لو يعني أنا مش عارف، لو هي موجودة دلوقتي أنا كنت أحب أسمعها، بس إذا كنت أنت تعبت خلاص أوكي.